شراء أضحية عيد الأضحى عملية تقتضي احترام معايير محددة تراعي سلامة الأضحية. أول هذه المعايير يحددها مكان الشراء والذي يجب أن يكون مكانا مخصصا لهذه الغاية والتي يكون فيها الغنم والمعز مرقمين. من بين شروط ديال الاختيار ديال الاضحيه هي انها خصها تكون اولا مرقمه، ثاني حاجه خصها تكون سليمه ما فيها حتى شي اعراض. من بين هاد الاعراض ما خصش يكون الزكام والسعال، ما خصش يكون حمرار في العينين، وما يكونش سيلان ديال الانف او اسهال، وكذلك ما يكونش انتفاخ في البطن خصوصا في الجهه اليسرى ديال البطن وتحت الراس وفي الاماكن الاماميه ديال الارجل والفخذ، وكذلك ما يكونش ارتفاع ديال الحراره في جدر ديال الاذنين. الاعتناء بالاضحيه بعد شرائها من بين اهم خطوات مراسيم عيد الاضحى، تركها في الظل وبعيدا عن التيارات الهوائيه، والكف عن تقديم اي علف باستثناء الماء وذلك 12 ساعه قبل الذبح ليله العيد حتى لا تكون امعاء الاضحيه ممتلئه عند الذبح تفاديا لمرور الجراثيم منها الى اللحم بعد هذه العمليه. بعد عملية الذبح الأضحية تأتي عملية السلخ التي تراعي هي الأخرى قواعد محددة. دونك عملية السلخ والذبح خاصها تكون من الأحسن من طرف حرفي. إلا ما توفرش هذا الحرفي الشخص اللي غيقوم بالذبح خاصو يكون كيتوفر على الشروط الدينية. ثاني حاجة خاصو يكون الهندام ديالو نظيف وهو يكون سليم صحيا. ثاني حاجة هو أن فاش كنقومو بعملية الذبح ما خصش يقوم بالنفخ ديال الأضحية، لأن هي كتسمى طريقة ديال تلوث ديال الأضحية عن طريق الفم. كنخرجوا عند الناس اللي كيطلبونا كندبحوا لهم اللي هو ذبيحة سليمة، كنسلخوا في هذا المكان اللي هو نقي ونظيف. ديك الطريقه ديال النفخ زعما بالفم او طريقه النفخ بومبا ولا شحال هذاك الشيء كامل ما كاينش، حيت اي جزار بروفيسيونيل كيخدم بطريقه اللي عاديه كيذبح الحولي وكيسلخو سليخه عاديه. تخزين اللحم يتم عن طريق رشح الاضحيه وذلك بوضعها في مكان بارد وحفظها من أي مصدر تلوث حوالي 5 ساعات بعد الذبح. بعد ذلك يمكن القيام بتقطيع اللحوم قطعا صغيرة حسب تعليمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.